السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير حبايبي اخواتي، اغلى حاجة في حياتي. اهلا بكم في قناتي، قناة يوميات نونا بنت الصعيد. حابة النهاردة بقى ان انا اعمل معكم فيديو عن تفريغ الكتاكيت تحت البطة. ما شاء الله اللهم بارك. زي ما انتم شايفين طبعا البطة دلوقتي اديلها 20 يوم او 22 يوم وهي راكدة على البيض، فبدأت طبعا كتاكيت بتاعت الفراخ تفجس معايا ما شاء الله اللهم بارك. فجس اول كتكوت، وحبيت الصراحة ان انا اوريكم اول كتكوت. بس يا حلا بس يا ماما، لايك وشير كتير للفيديو، واللي اول مرة يشوف القناة ينزل تحت الفيديو يعمل اشتراك للقناة ويفعل زر الجرس على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. ان شاء الله باذن ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم، وهكمل معكم طبعا الفيديو بس مش دلوقتي، يعني ان شاء الله باذن الله. دلوقتي هوريكم البيض بتاع الكتاكيت او البيض بتاع الفراخ اللي هو طبعا ناجر كده، وهوريكم برضو بيض البط، بس لسه طبعا بيض البط بجيله كام يوم، لاني بصراحة انا حطيت البيض بتاع الفراخ مع بيض البط من اول تقريبا كده كام يوم ما رجدت، يعني بعد كام يوم بالظبط كده 5 ايام بتهيألي يعني. اوقف يا حلا عشان بدل ما البطة تعضك. دلوقتي بقى هحاول ان انا اشد البطة واوريكم البيض بتاعي ازاي ناجر. تمام، ده كان اول كتكوت، ده كان ناجر. الكتكوت ده كان ناجر من يومين، تمام، كان كسر يعني البيضة كده من حوالي يومين. ودلوقتي النهاردة جيت كده صدفة بعد المغرب لقيته طبعا تحت البطة بتاعتي ما شاء الله اللهم بارك، كان ناشف مفهوش اي حاجة. هي بس البطة زي ما انتم شايفين كده هيجي عليا، او يا حلا عشان هطلع البطة كده هطلعها خالص عشان اشوف البيض. او يا كده ابعدي ماشي، البس الشبشب واجودي كده. اكتبوا لنا بقى كومنت بدعوة حلوة بصلاح الحال وراحة البال، وان شاء الله باذن الله ليكم مثلها. هحاول بس ان انا اشد البطة كده من جناحيها علشان بصوا شايفين. اول ما اضرب عليها كده اهو بصوا، انا خايفة بصراحة اول مرة اتعامل مع البط الرجد ده. يا حلا اوعي من فوقي يا طيب، بس المهم يعني هحاول بقدر الامكان ان انا اشدها. هات يا حلا العصاير اللي كانت، ايوه اهي، انا كده اشغلها اشغلها كده 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 كده. اسم الله اسم الله اسم الله اسم الله اسم الله يا توتة. بصوا لما جينا شديناها كده بالعافية اخدنا الكتكوت في رجليها، شايفين ما شاء الله اللهم بارك خير سطحي اللهم بارك. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ان شاء الله باذن الله، ويا رب ان شاء الله باذن الله كده تشوفوا كلكم طبعا خير بيوتكم. شايفين طبعا ده الكتكوت الراجد اللي طلع عندي اول كتكوت. تعالوا بقى نشوف باقي، يا حلا اوعي طيب من فوقي. تعالوا بقى نشوف، تعالوا انت هنا بس كده في المكان اللي انت كنت قاعد فيه. تعالوا بقى بالراحة كده ونقول بسم الله اللهم اني استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نشوف باقي البيض، بصوا البيض بتاع البط لسه طبعا اديله 5 ايام او 6 ايام. تعالوا بقى نشوف بيض الفراخ، بسم الله الرحمن الرحيم. كان في كام بيضة كده من شوية ناجرين، بصوا ادي واحدة بصوا. يا حلا ابعدي مني اهو، بصوا هي اللي واضحة صح؟ ابعد يا حلا شوية مني، ابعد عشان البطة دي ما تقومش الثانية. شايفين؟ اهو دي ناقرة كده معايا، وهدي كمان، لا دي لا، في واحدة تانية ثانية اوريها لكم. انا من شوية شفت ثلاثة اهي، بصوا شايفين مكسورة. بدأ طبعا الكتكوت يكسرها ما شاء الله اللهم بارك يعني. وهوريكم كمان نلاقيهم، لا برضه ما فيش كسر في هذه. طب انا عندي كده ايه، عندي ادي واحدة وادي الثانية، نشوف بقى دي كمان. بدأت على فكرة اهي ما شاء الله كده ثلاثة. على فكرة دي بدأت من كل النواحي تكسر معايا، لا دي لسه. طيب ثواني بقى نعد مع بعضينا،
احنا معانا كام كتكوت؟ واحد، ثلاثة، والرابع اللي طالع وده برضو كتكوت. لا بس ده لسه ما فيهوش كسر. مش عايزة اطول والله عليكم الفيديو. طيب اربعة المفروض انهم هيطلعوا دلوقتي، ومعايا كمان اربعة لسه ما اتكسروش. تمام، اربعة لسه ما فيش فيهم اي كسر. تمام، يعني انا كده عدد الكتاكيت اللي هتكون من كتاكيت الفراخ المفروض ان هي ايه 9 فرخات. تمام، وعندي 9 بطات، لان البطة دي بعد ما طلعت البيض اللي ما فيهوش اصلا كسر تبقى معايا 18 بيضة. تمام، دي اول بطني ليها عندي، علشان كده بصراحة حبيت اني انا احط ليها كتاكيت الفراخ علشان اعودها يعني. تمام، دلوقتي بقى هبعد شوية علشان البطة تيجي، لان هي عايزة خلاص تدخل المكان. تمام، هبعد بس شوية كده علشان اخليها تيجي تدخل. بس ما شاء الله اللهم بارك، هتدخل بقى على البيض بتاعها، وعشان كمان تدفي الكتكوت. طيب الكتكوت ده احنا مش هتشيليه؟ لا مش هشيله خالص، واي كتاكيت هتطلع معايا مش هشيلها خالص، غير طبعا لما تكمل معايا الكتاكيت بتاعت الفراخ، يعني لما يكون 9 كلهم طالعين حتى اللي هشيلهم، علشان ان شاء الله باذن الله اعمل معاكم فيديو الاستقبال. مش هكمل الفيديو دلوقتي غير طبعا لما كل الكتاكيت بتاعت الفراخ تطلع، وان شاء الله باذن الله لما كتاكيت البطه تطلع اكيد طبعا هقول ليكم. تمام، طيب تعالوا كده نشوف البطه دي. بصوا البطه دي، عايز كده دقيقه، البطه دي البيض بتاعها لسه. ليه بقى؟ لان هي اصلا اهي بصوا لسه البيض بتاعها، حتى بتاع الفراخ يعني، حتى بيض الفراخ بتاعها لسه. شايفين؟ شايفين ما شاء الله، شايفين البطه المدنسه بتقتل البطه البلدي على الكتكوت، خايفه على الكتكوت بتاعها ما شاء الله اللهم بارك. طيب انا رميت كلها كده في حضنها من جوه عشان ما يطلعش مدخن هو. ايوه دخل، خليه يدخل عشان ما يطلعش تاني. المهم بقى دلوقتي مش حابه يعني ان انا اطول عليكم الفيديو، ان شاء الله باذن الله بكره كده على باقي اليوم اكيد طبعا هتكون طلعت باقي الكتاكيت، ممكن تاخد يوم او اتنين وهي بتطلع في الكتاكيت دي ان شاء الله باذن الله. انا هسيبها بقى وهنزل وهقفل عليها زي ما كنت قافله كده، عشان طبعا الكتاكيت اللي تطلع ما تطلعش على الطيور. تمام، وربنا ان شاء الله باذن الله يحسن ما بين ايدينا وايديكم، واتمنى طبعا ان انتوا تجربوا البط الراجل ده، حلو جدا جدا الصراحه هيعجبكم، وان شاء الله باذن الله لو جربتوه ربنا يديكم خيره ويكفيكم شره. واتمنى برضو ان انتوا تكملوا معايا سلسله الفيديوهات علشان تعرفوا ازاي يعني تتعاملوا مع البط الراجل لو انتوا هتتعاملوا معاه لاول مره.